بلا صوت. تون جاي، فيك تجيب لي قهوة؟ ولو أنت بتأمر أمر. قلتك سمعوا الكلمة؟ ألو، معك مدير مركز العمليات الخاصة، بتسلم الرهائن اللي عندك، عم تفهم؟ وصلت شغلي للعمليات كمان؟ شي حلو، عم تتعاملوا بجدية وهذا يلي بدي إياه. اسمعني، أنا رح أطلق صراحة الرهائن اللي عندي، بس بالمقابل أنتوا رح تخلوا زكي تومور يطلع برات البلد بدون ما تتعرضوا له. اسمعني، هالطلب ماله من صلاحياتي حتى اسمح له او ما اسمح له، لازم تعطينا شوية وقت، لازم خبر الجهات المختصة، بس انت تعاون معنا، ترك النسوان اللي خاطفهم حتى ما ينأذى حدا. ما حذرت. لازم تروقوا لنا اعصابنا وتبعتوا لنا شاي وقهوة بعدها بنفكر بالموضوع. احترامي زوجة النائب حمودي. كيف وضع زوجي سيدي المدير؟ حالياً الكل مناح وما في إصابات، ولهلأ ما صار أي اشتباك بيننا وبينه. قلي شو اسمك يا بطل؟ أنس. لا تخاف حبيبي، أبوك هلأ بأمانتنا. ما كنت حابة يجي معي لهون، بس المشكلة إنه كنا سوا وقت اتصلوا وخبروني. حصل خير، المهم هلأ إنه ما تضلوا واقفين هون. بس أنا لازم ساعد البابا وما أتركه لحاله. بعرف انك رجال ولازم تسمع الكلمة، هلأ روح مع الشباب وبنحكي يا أبي. حابب ضل جنبه للبابا على طول، وبدي يكون معكم بالمهمة وقت تتنقذوا. أناس، رح نتفق أنا وياك، بتنفذ اللي بطلبه منك وأنا رح جيب لك أبوك لعندك بخير وسلامة، اتفقنا؟ بابا كان يقرأ لي قصص كتير حلوة كل يوم بعد الشغل، واليوم رح يقرأ لك إن شاء الله، بس أنت ادعي له. تفضلوا. تفضلي مدام. انت بخير سيدي؟ يا اخي لما بيفوتوا الاولاد بالقصة ما بعرف شو بصير فيني، الاولاد خط احمر ما بتحمل شوفون هيك. لا تاكل هم سيدي، المهم ان شاء الله بتخلص بخير. ان شاء الله.